السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم بحر المنسي من قناة تاروت سماء المحبة أو قناة تاروت توت عنخ آمون حاليا، وقراءة فنجان وتاروت مواليد برج الجدي، توقعات أبرز الأحداث القادمة لدى مواليد برج الجدي. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. النجمة، مولود برج الجدي، الكارت ده يعتبر من أروع الكروت اللي ممكن نبدأ بيها القراية، بس يكون أروع لو كان دي بداية الفترة اللي جاية عندك. لو كانت الفترة اللي جاية عندك بدايتها هي النجمة، هي الظهور، هي بداية مرحلة جديدة مليئة بالشغف وبأحلامك اللي بتسعى ليها واللي عايش عشانها واللي مدياك الشغف انك انت توصل لها وتحققها. مولود برج الجدي، السماء بتهديك وبتقف جنبك وبتدعمك وبتديك كل اللي انت محتاجه عشان تقدر توصل للي انت بتسعى ليه. السماء هتدعمك الفترة القادمة وهتعطيك كل ما تتمنى. هيكون في عروض وفرص مميزة جدا ليك يا مولود برج الجدي الفترة اللي جاية، وهتساهم في تغييرات كبيرة جدا في حياتك. شايف انك انت بترحل عن العلاقات السامة او العلاقات المثقلة او العلاقات اللي مع الناس اللي بتأذيك وبتكون وجودها امتصاص للطاقة عندك. شايف انك انت بتقطع علاقاتك مع اشخاص كتير اخدوا اكبر من حجمهم في حياتك او تمادوا عليك. شايف ان بيكون عندك بداية مرحلة جديدة وبداية رحلة جديدة وقيامة للحياة وللجمال في حياتك يا مولود برج الجدي الفترة اللي جاية. شايف عندك ملكة الكؤوس. ملكة الكؤوس يعني شريك بيكون رائع جدا، طبعا القراءة للرجال والستات. شايف ان العلاقات العاطفية بتكون مستقرة جدا برفقة شريك بيكون داعم ليك وبيكون رمز لتحقيق نجاحات في حياتك وبيكون رمز لتطور حياتك والاستقرار حياتك. شايف الحياة العاطفية عندك مستقرة جدا. ملك السيوف، شخصيتك حادة وقوية جدا يا مولود برج الجدي الفترة دي، وربما تكون شديد في قراراتك الحادة او في قرارات قطع العلاقة مع الاشخاص من حولك. وشايف كمان انك انت بتتعامل بروح او بقلب طيب او بقلب صافي برغم قوة شخصيتك ديت، الا انك انت بتتعامل بروح طيبة. اوضاعك ممكن تكون عالقة يا مولود برج الجدي الفترة دي، او تواجه صعوبة في تخطي مشاكل، الا ان موقفك اعلى في كل المشاكل اللي انت فيها وقادر بالفعل على تخطيها وتحقيق نجاحات كويسة. شايف انك انت بقلبك وبمشاعرك وقلبك بيرشدك لكل حاجة كويسة انت ممكن توصل لها في المستقبل او فيها خير ليك. شايف انك انت بتتحكم في حياتك بالفعل. شايف انك انت مسيطر على امور حياتك بالفعل. شايف انك انت بتتخذ فترة من الانعزال عشان خاطر تتمكن من السيطرة على حياتك، و شايف انك انت بتجتهد عشان تحقق النجاحات المالية خلال الفترة دي، وبتجتهد عشان خاطر تحقق العديد من الانجازات خلال فترة انعزالك دي من اجل استقرار حياتك ومن اجل تطوير اوضاع حياتك بشكل كبير. وبالفعل بتتجه حياتك للتطوير، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فانت بتبدأ تغير ما بنفسك حتى تغير ما بك، او الأوضاع اللي انت عايز تغيرها في حياتك او تحسن حياتك للأحسن. شايف انك انت بتتلقى المساعدة من قبل الناس الكويسين وتتلقى الدعم، وبيكون عندك تحقيق انجازات بكل حب. اللي بيشتغلوا في المبيعات او في التجارة بيكون عندهم تجارات رابحة جدا. اللي بيشتغلوا في التسويق او بيشتغلوا في السوشيال ميديا او بيشتغلوا في اي حاجة بيكون عندكم حب الناس بكل شيء انتم بتقوموا بيه. شايف العلاقة العاطفية عندك مستقرة جدا مع الشريك، وعندك عائلة مستقرة وحياة رائعة. ومتوقع عند الناس من الكارت ده مواليد برج الجدي العزاب ان يكون عندهم ترسيم وزواج خلال الفترة اللي جاية. وشايف انك انت بتجتهد بالفعل، ودي فترة اجتهاد في العمل
وبذل مجهودات من أجل تحقيق النجاحات الحقيقية، وفي نفس الوقت فترة بتعرف فيها نفسك وبتعرف إنك أنت تخرج من عتمة أو تهيكل نفسك بالصورة اللي حاببها وتطور من أوضاعك في تعاملاتك في كل شيء في حياتك، وبتخرج فيها من حيرة كانت بتستوطن قلبك وكانت بتسكن عقلك وكانت بتقيد أوضاعك من الحركة في حاجات كتير جدا. شايف إن دي فترة استشفاء، فترة السمر تديك فيها فلوس، بتديك فيها نجاحات، بتديك فيها إنجازات، بتديك فيها كل حاجة أنت عايزها عشان بس تقدر تعرف أنت عايز إيه، تقدر تعرف أنت هتكون سعيد إمتى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يعني هيفضل يديك لحد لما ترضى، لحد لما ترضى يا مرور برج الجدي. شايف إنك أنت هيكون عندك انتصار، وهيكون عندك حب من الناس اللي حواليك، هيكون عندك دعم وتأييد من الناس المتفقة معاك في الآراء والمتعاطفة معاك. وكمان شايف الفترة الجاية انك انت ربما يكون عندك مخاوف، ربما يكون عندك كوابيس من ذكريات سيئة او مواقف صعبة انت مريت بيها، او قطع علاقات اصبح قاسي وبشكل درامي جدا مع ناس كتير في حياتك، الا انك انت بتسعى الى القوة، بتسعى الى تحقيق your legacy اسطورتك الخاصة، وبتسعى الى تحقيق الشراكة العاطفية المتكاملة بينك وبين شريك حياتك اللي توازن لك امورك واللي تساعدك في تحقيق العدالة القدرية اللي بترمز بالنسبة ليك بالحكمة وبتخطيطك الحكيم لمستقبلك وباتباع العادات والتقاليد. وفي قلب الورق وفي بطن الورق الكارت الخاص اللي عندك بيقول لك انك انت مهما كنت بتشعر بالضعف، مهما كنت بتشعر بالتعب، مهما كنت بتشعر بثقل الأوضاع، انت يا مارو برج الجدي في وقت عديت من فترة صعبة، عديت من حاجة تقيلة، عديت من مرحلة صعبة في حياتك، عديت من حاجة شاقة في حياتك. دي مجموعة الأوراق الجديدة يا جماعة. أحب أشكر مدام روز، هي اللي عاملة المجموعة دي ومصممة المجموعة دي. دي مجموعة الورق الجديدة، كذا مجموعة، دي أول حاجة، شغل عالي جدا وبجودة كويسة جدا. بصوا الشغل الجميل، رومانس كارد كما لم تراها من قبل، رومانس كارد كما لم تعرفها من قبل، رومانس كارد باللغة العربية ورسائل روحانية وجميلة جدا جدا جدا، جودة الورق جميلة. مدام روزة سيب لكم رابط المتجر بتاعها أسفل الفيديو، هيعجبكم جدا الورق بتاعها. يا جماعة الست دي فنانة، الست دي فنانة لدرجة إن هي خلتني عايز أنا كمان إن أنا أبدأ إن أنا أصمم معاها مجموعات أو أخش معاها في الخيال الجميل اللي هي فيه ده. دي عاملة هنا مجموعات جميلة جدا وويجا وأشياء جميلة جدا، وفادك في إنك أنت تطلع إجابة أي سؤال، ومريحة جدا في الجلسات الروحانية وفي إجابات نعم أو لأ، وفي يعني مجموعة كروت كده عند روز جميلة جدا. وشايف هنا مجموعة الشريك القادم، بتحدد شكل الشريك، بتحدد مواصفات الشريك، حاجات يعني شغل عالي، شغل جميل جدا روز منزلاه، شغل جميل جدا روز مصمماه. أتمنى إن الناس كلها لو أي حد هنا من بيحبوا يشتري مجموعات تاروت أو من هواة شراء مجموعات التاروت يزوروا المتجر بتاعها تحت في صندوق الوصف، هسيب لكم الرابط. وعندها برضو أحجار كريمة وحاجات جميلة جدا ممكن تعجبكم. فخلينا نكمل القراءة مواليد برج الجدي ونشوف بالنسبة ليكم المجموعة التانية اللي هنشوف فيها المراية. المراية دي بقى هنشوف من خلالها ايه وضعك، يعني المراية هتشوف دلوقتي، المراية دي يا جماعة بتكشف لكم الأوضاع من حواليكم، بتكشف لكم وضعكم عامل ازاي بطريقة كده هتشوفوها حكيمة شوية او واضحة شوية 360 درجة. يعني مثلا في المراية هنا شايف علاقة الحب متكاملة جدا مع الشريك، وبعضكم هيكون عنده دخول في علاقة ارتباط جديدة الفترة اللي جاية وابدية العلاقة مع الشريك. شايف ان انتوا عندكم علاقة مستقرة جدا مع الشريك وابدية العلاقة، وشايف ضرورة التحول والتجديد، يعني ضرورة ان كنتوا تغيروا من انفسكم وتغيروا من اسلوبكم وتغيروا من طريقتكم عشان خاطر تقدروا ان كنتوا تواجهوا الحياه. لان انا بالفعل يا مواليد برج الجدي شايف ان الحياه صعبه جدا عليكم، شايف ان انتوا عندكم تحديات كتير، شايف ان انتوا عندكم ضغوطات كتير، شايف ان انتوا عندكم نوع ما من الضغط او نوع ما من التحديات او نوع ما
من الصعوبات في حياتكم او التحديات في حياتكم، وشايف عندكم حليف قوي، شايف عندكم اشخاص يعتبروا حلفاء اقوياء جدا ليكم، واشخاص يعتبروا مصادر قوة في حياتكم على الرغم من القوة او على قدر القوة اللي بتظهروها. ويعتبر الشريك بالنسبة ليكم هو الحليف القوي ده، يعتبر الشريك بالنسبة ليكم هو الشخص اللي ايه اللي بيكون داعم ليكم او بجانبكم. شايف ان لازم تنتهي السذاجة، شايف ان لو في اي مشاكل او خلافات بتحصل في حياتك من ناس سامة او ناس مؤذية، مش مجبر تستحمل الاشخاص دول خالص، مش مجبر انك انت تستحمل اللي بيحفزوك من اجل انقاصك او النوعية ديت من الاشخاص خالص. لازم أن يكون عندك نهاية السذاجة، لازم أن تخرج كل اللي بيضعه شكوك في علاقتك مع الشريك، كل اللي بيضعه شكوك في قلبك في علاقتك مع الشخص اللي بتحبه او بيزعجه عليك حياتك او بيتمنوا حتى فساد حياتك او مشاكل بينك لناس متزوجين او مرتبطين بينهم وبين الشريك. الشريك عندكم ممتاز، الشريك عندكم مفهوش شر، مفهوش حاجة مؤذية ليكم، شخص يعني ظهر هنا عندي في كوكبة نبتون في الحدس والبصيرة والوعي، يعني شخص متكامل، شخص طاقته كويسة. فابتعدوا عن أي حد بيشككوكم في العلاقات العاطفية، وحافظوا على الحبكات القدرية اللي اديتكم الرحمة بقوتها الكبيرة رغم كره الناس للرحمة دي ان هي تكون موجودة في حياتكم. وابتعدوا عن المتلاعبين، الناس اللي بتغير جلدها كل فترة عشان خاطر تعود وتأذيكم من جديد، بيكونوا عاملين زي التعابين بالظبط. وحاولوا ان كنتوا تستمدوا الثقة بأنفسكم، لان انتوا بالفعل أقوياء، وضعكم قوي والناس شايفينكم أقوياء، فخلوا عندكم الثقة في النفس بقدر القوة اللي عندكم عشان ما تشعروش بالذعر على الفاضي او بالخوف على الفاضي. الفترة اللي جاية يكون عندكم تحقيق نجاحات في المبيعات كتير جدا، ما تخافوش، وتحقيق نجاحات مهنية جميلة وتطورات رائعة جدا. وكمان شايف عندكم تفكير منفتح وانتهاء مشاكل وقلق. شايف عندكم الفترة اللي جاية ممكن نقول اعتزال، بتبتعدوا عن الاخرين خوفا من شر الناس، الا ان بيكون عندكم تحولات جميلة جدا لاشياء كويسة جدا 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 ليكم. مواليد برج الجدي، خلينا نشوف تهكير لعقل الشريك ونشوف الشريك بيفكر في ايه. اوعدك مش هزعلك تاني لاني مش حابب ازعلك، انا بحبك جسديا جدا وببقى دايما حابب اكون معاكي جنسيا، بس مش مشدود ليكي روحيا. هنرسم العلاقة قريب. انا مرتاح في العلاقة معاكي، بس اوقات كتير بحس بتردد اكمل ولا لا. اوقات كتير بحس انك مش بتحبيني بشكل قوي زي ما انتي بتعبري، بس انا فعلا محتاجك. خلينا نشوف رسائل المشاعر. علاقتنا عبارة عن دايرة، كل ما ابعد بلاقي نفسي برجع لحضنك. انت مصدر الحب والعطاء والحنية، انت مصدر استمرار العلاقة، انت الوحيدة اللي قدرت تروض الوحش اللي جوايا، ومحتاج منك تساعديني اكمل تغيير. انا متجاهلك عمدا، بس عيني عليكي، انا بعمل كل ده عشان ما عنديش الوعي الكافي ان استوعب حبك الكبير ليا معاكي. عرفتي يعني ايه حب وامان، اتمنى تتمسكي بيا لان وجودك طمأنينة لقلبي. خلينا نشوف
رسائل القدر ليكم الفترة اللي جاية. حد من أهل الشريك هيحصل له وفاة هتأثر في نفسية الشريك، في أسرار كتير هتتعرف، الشريك هيتهمك اتهامات مش صحيحة. الشريك هيتعرض لتعب صحي هيشغله عنك. اعتراف من الشريك هيقلب العلاقة بينكم. طبعا ده خير، ما تاخدوش الموضوع بتأزم او بكارثية، لان المجموعة دي برضو اوفر شوية، رسائلها يعني سك كده ملح من غير ايه، من غير كلام شوية، بس الفكرة يعني دي شوية مشاكل عادية ما تخافوش منها. خلينا نشوف الرومانس كارد. الرومانس كارد دي بقى اللي من عند روز الجميلة جدا. الرومانس كارد دي من مجموعة من المجموعات اللي روز بعتها، جميلة جدا. اجعل عقلك منفتح، رفيق روحك قد يكون مختلف في طبعه وخارج عن توقعاتك. الخطوبة، حياتك العاطفية تصعد إلى مستوى أعلى من الالتزامات. بعضكم عامل ترسيم علاقة زي ما قلتلكم قريب، تعرفوا على بعض وكلما اكتشفتوا بعض بشكل أعمق رابطتكم أصبحت أقوى. واعطي علاقتك فرصة، يجب أن تعمل علاقتك بالشريك. الجذب، أنت تجذب لنفسك الحب الرومانسي عن طريق الاستمتاع بتلك اللحظة بشكل كامل. يعني أوقاتك مع الشريك وأوقات السعادة مع الشريك ولحظات الحب اللي ما بينكم. يلا خلينا نشوف بقى آخر حاجة كده، هدية مني عشان بس أوريكم إيه دي كده في مجموعة، بس أنا عامل لها فيديو كده، يعني مجموعة اللي هي صفات الشريك لعزاب الناس اللي مش في علاقة وعايزين يعرفوا مواصفات الشريك القادم عندهم إيه. خلينا نشوفها، دي برضو مجموعة من مجموعات روز الجميلة، وهعمل لها فيديو مخصوص بمواصفات الشريك القادم وان شاء الله يعجبكم جدا. والرسالة هنا عيون زرقاء، سلام، مغمزات ومحجبة، دي رسائل الشريك القادم عند مواليد برج الجدي طبعا ديت العزاب. ولو مواصفات جات يعني مع شريك حياتك ما تدقش، ممكن يكون فاهم. وبرضه في هنا مواصفات شريك قادم تانية، خلينا نشوفها. متفهم ومنسجم في العلاقة، محب للنقاش والفلسفة، شخص لا يقبل النقد، شخص مذبذب وليس مستقر، ويفكر بقلبه. خلينا بقى نشوف الفنجان. نشوف الفنجان يا مواليد برج الجدي. الحالة النفسية شايف ان هي كويسة جدا، بالعكس شايف زي قوة وزي عزيمة على تحقيق نجاحات وقوة وطاقة، وبيكون في حتى مبلغ مالي وسيولة مالية، وبيكون في تطورات في الوضع المالي كويسة جدا. السيولة المالية عندك يا مولود برج الجدي اكتر من الممتازة الفترة اللي جاية. في حسد وفي أصدقاء جيدين وبعضهم حاسد،
في رزق جاي لك، في زي اخبار حلوة جاية لك، زي اخبار مفرحة، زي رزق، وفي انفراجة كبيرة جدا بعد 6 عدات. في هدية قيمة جاية ليك، وفترة مليئة بالخير. يعني الفترة اللي جاية دي بتكون عندك مليئة بالخير، مليئة بالأشياء الإيجابية، ومليئة بالخير والرزق وتحسن في الحالة النفسية، وأشياء كتير جدا جيدة عندك. في زوال هموم، في انتهاء فترات صعبة وزوال هموم عندك. أتمنى تكون القراءة عجبتك يا مولود برج الجدي. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك التوقعات الشهرية والأسبوعية واليومية لبرجك، والحجز قراءة خاصة هتلاقي رقم واتساب أسفل الفيديو في صندوق الوصف. شكرا لكم، السلام عليكم.